خليني أخذ مكالمة الأخت نهال من بريطانيا. أهلا وسهلا أخت نهال، تفضل أنت معنا على الهواء. أهلا بحضرتك يا حضرة الأستاذ نزار، برحب بحضرتك وبكل المشاهدين. الحقيقة أنا عندي ثلاث رسائل سريعة. أول رسالة هقدمها للعادلين اللي فعلا من كل قلبي بقول لهم ويلدان، ألف مبروك، لأنكم عرفتم تتغلبوا على كل مسلمات خاطئة وعرفتم تحسبوها صح. ممكن تكون في خسارة فعلا أرضية لترك المال والأهل والأحباب والأصدقاء، لكن في ربح للحياة الأبدية اللي محدش بيقدر يضمنها غير الرب يسوع وحده، ليه كل المجد. وعمركم ما هتندموا أبدا على القرار اللي أخدتوه، ولكن افتكروا دايما أن أنتوا اتنقلتوا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبتي، وهذا الملكوت لا يستطيع أحد أن ينزعه منكم، لأنكم أصبحتم خراف في يد الرب القدير، وهو اللي قال بفم الطاهر خرافي هم في يدي ولا يستطيع أحد أن يخطف مني. الرسالة الثانية عايزة أقدمها للمؤمنين اللي مولودين مسيحيين، ودول ممكن يكونوا بيعاملوا إخواتهم العابرين كسكن سيتيزن، مواطنين درجة تانية. بقول لهم من فضلكم وروهم كل محبة وسددوا كل احتياجاتهم المادية والمعنوية كمان. الرسالة الثانية نفسي أقدمها لكل الناس المسيحيين في الكنائس في المهجر بالذات، اللي دايما حاطين إخواتهم المسلمين اللي جايين من الحظيرة الأخرى إن هم جايين علشان يستغلوا الكنيسة في أخذ أوراق للإقامة، لأنه ده بيجرحهم جدا. وكلمة أخيرة عايزة أقولها لكل مشاهد مسلم بيحضر الحلقة ديت معانا النهاردة، أوعى الشيطان يضحك عليك ويقولك إن الناس دول اللي أنت سمعتهم إن هم عابرين دول مجرد ممثلين ولا هم كانوا مسلمين ولا حاجة. لا، ده الشيطان اللي بيقول لك كده. الناس دي صادقين جدا، ويا بختك انت كمان لو كنت صادق مع نفسك واخدت قرار جريء النهاردة مش بكرة بمعرفة الرب يسوع والحصول على الحياة الأبدية. والرب يباركك يا سيدي. ربنا يباركك، شكرا كتير على تشجيعاتك أخت نهال، ربنا يكافئك.